الإمام المجلسي قدس الله روحه الطاهرة يذكر قضية من القضايا، يقول: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام، طرق الباب، من الطارق؟ قال: عزرائيل. قال له نبي الله موسى: أجئتني زائرا أم قابضا؟ قال له: أنا ما أزور، ولم يخلقني الله للزيارة، أنا أأتي للقابض. قال له: أتمهلني؟ تعطيني مجال؟ قال: ليس بيدي، إنما يأمرني الله تبارك وتعالى وأنا أنفذ. فقال: إذن سأدعو الله. دعا الله تبارك وتعالى: إلهي أمهلني. قال له: الله، ليش تريدني أمهلك؟ قال: يا إلهي، إني كفلت فقيرا، هذا فقير يتيم وما عنده أحد ينفق يصرف عليه، بس أريدك تعطيني مجال أأمن لواحد يكفله وأقبض روحي. قال له: ما يخالف، تعال إلى البحر يا موسى، أنا أرد أوريك شيء. جاء إلى البحر، قال له الله: يا موسى، اضرب بعصاك البحر. ضرب بعصاه البحر، خرجت صخرة صماء عظيمة. قال له الله: يا موسى، اضرب بعصاك الحجر. ضرب بعصاه الحجر فانفلقت. قال له: يا موسى، أريدك أن تنظر بدقة إلى قلب الصخرة، انظر ماذا ترى. فجاء إلى تلك الصخرة يدقق، وجد في بطنها نملة صغيرة. قال: إلهي، إني أرى نملة. قال: يا موسى، كيف استطاعت هذه النملة أن تعيش في غمرات البحر؟ ومن الذي يأتيها برزقها بطعامها وشرابها؟ هاي لو تطلع من الصخرة تموت. يا موسى، لم تضع النملة في حضرتي، فكيف يضيع فقيرك؟ هذا الفقير شلون يضيع؟ مو أنا الرزاق وأنا اللي أقسم النعم، رزقه محفوظ. فلا تقول يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى ما أعطاني والله سبحانه وتعالى سلبني. أنا وأنت لا ندرك المصالح، المصالح إحنا ما ندركها، أدري ولا؟ لذلك لا بد أن يكون عندنا حسن ظن بمن؟ بالله تبارك وتعالى، حتى نستطيع أن نتكيف مع أي وضع يضعنا الله تبارك وتعالى فيه.